بهذه المناسبة بانطلاق المنصة الإلكترونية والتي تعتبر مبادرة طيبة من طرف السيدات والسادة أعضاء المجلس الشعبي الولائي، وتعبر عن الانشغال الخاص الذي يولوه أعضاء المجلس الشعبي الولائي لمواطني هذه الولاية لفتح منبر يكون منبر لمواطني هذه الولاية ليقدموا كل الانشغالات التي تهمهم. ستساهم هذه المنصة في مرافقة المواطنين وتسهيل كذلك رفع انشغالاتهم، كذلك من أجل التكفل الأمثل بهم، وكذلك نضعهم في صلب انشغالات المجلس الشعبي الولائي، كذلك انشغالات الولاية.